المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرثية سيلها بالعناوين. إرثية تشارك في مؤتمر قمة مجموعة 77 في كوبا. زراعة أكثر من 260 ألف شجرة في سرنجقة. سائقي الدراجات النارية للسلامة المرورية. مسلحون يسيطرون على معسكرين للجيش شمال مالي. محادثات صينية أمريكية صريحة في مالطا. الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى التراجع عن سحب اعتماد مفتشين. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتريا برئاسة مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة سفيرة صوفيا تسفا ماريان في مؤتمر قمة مجموعة 77 الذي تستضيفه كوبا، وانعقد المؤتمر يومي 15 و16 من سبتمبر الجاري في هافانا تحت شعار تحديات التنمية الحالية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار. أوضحت كلمة إريتريا التي قدمت لرؤساء الدول والحكومات بأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار كانت المحرك الرئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الاقتصادي والتصنيع على مر التاريخ. لقد منع عدم المساواة والنظام الدولي غير العادل منع الدول النامية من تحقيق تطلعاتها. وذكرت الكلمة بأن إريتريا تدرك الدور الهام الذي تلعبه العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، وأن الابتكار يتطلب الاستثمار من جميع الشركاء، كما أن العلوم أصبحت ذات أهمية متزايدة لصياغة السياسات وصنع القرار، مشددة بأن التعليم يعد بالنسبة لإريتريا مفتاح الابتكار، لذلك تنشط بجدية في هذا المجال. تأسست مجموعة 77 التي تضم 134 دولة عام 1964 للدفع بالمصلحة الاقتصادية لدول الجنوب العالمي، وتضم 80% من شعوب العالم. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية سرنجقة زراعة أكثر من 263 ألف شجرة هذا العام بمشاركة السكان والمؤسسات الوطنية وحملة الطلاب التنموية وقوات الدفاع. وأوضح مسؤول المكتب السيد إبراهام برهاني لوكالة الأنباء الإريترية أن وحدات قوات الدفاع قامت بزراعة أكثر من 28 ألف شجرة وبنت سدودا في عد جين وأفديو، مناشدا للعناية المجتمعية وتوظيف الحراسة لضمان نمو شتل الأشجار. وذكر زراعة 25 ألف شجرة في قريتي صحفلام ومسفنتو، وأشار إلى تنفيذ أنشطة الحفاظ على التربة والمياه في مساحة تبلغ أكثر من 102 هكتار من الأراضي بمشاركة جميع الجهات المعنية إلى جانب أنشطة التشجير. وأضاف أن الأعمال شملت إصلاح مساخط المياه المعرضة للانهيارات الأرضية ورعاية الأشجار وبناء الحواجز المائية. وشكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية سيد أسفا جابر مبرهتو وعضو مكتب وزارة مكتب الزراعة سيد فنوت يوهنس على العمل المنجز، وحثوا على استمراريته بتوسع. نظمت دورة تدريبية لأسبوع حول السلامة المرورية على الطرق بشكل عام وأهمية إنفاذ القانون بشكل خاص لـ90 من أصحاب الدراجات النارية في أسمرة. تم تنظيم التدريب الذي يعد جزءا من حملة عالمية بعنوان خوذة السلامة تعني خوذة للحياة من قبل شركة توتال إريتريا بالتعاون مع الجمعية الإريترية للسلامة المرورية على الطرق وشرطة المرور في الإقليم الأوسط. وفي حفل اختتام التدريب الذي يقيم في 16 من سبتمبر قال المدير التنفيذي لشركة توتال في إريتريا سيد تشارلز دي كونيو إن التدريب يهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لمستخدمي الدراجات النارية حول قوانين المرور وضمان الصيانة المناسبة لمركباتهم. وذكر رئيس جمعية السلامة المرورية على الطرق السيد ستيفانوس أكتاماريام وقائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هايل براخي إن التدريب سيسهم في الجهود المشتركة للحد من حوادث المرور. وقال منسق منظمات الأمم المتحدة في إريتريا السيد أنيست شوما إن أكثر من 1.3 مليون شخص يموتون ويصاب أكثر من 50 مليونا في حوادث الطرق في جميع أنحاء العالم كل عام.
وأخيرا تم توزيع الخوذات والشهادات على المتدربين. أقام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي سيمينارا حول مرسوم قانون العمل لأصحاب عمال المرافق الخدمية في مديرية مندفرة في 15 من سبتمبر. وأوضح مسؤول وحدة العمل في المكتب السيد رزنول داملاخ إن الجهود الجادة تبذل للحد من النزاعات وضمان صحة العمال وسلامتهم من خلال التعريف بمرسوم العمل. وشرح تاريخ وتطور قانون العمل في إريتريا والوضع الحالي لأصحاب العمل والعمال، داعيا أصحاب العمل والعمال بأن يكونوا على دراية بواجباتهم وحقوقهم بموجب القانون ومنح الأولوية للسلامة. من جانبه استعرض مراقب قانون العمل السيد سالين هاغوس أوجه القصور في العمل بشكل عام والإهمال في توفير معدات السلامة وعواقبها بشكل خاص، وأجاب على أسئلة المشاركين. وحث مدير مديرية مندفرة السيد إسقياس وهبت العمال على الجدية واحترام عملهم، وأصحاب الأعمال على احترام حقوق العمال لإرساء علاقة صحية بين أصحاب العمل والعمال. أعرب سكان ضاحية ملقي عن الارتياح لتبديل وسيلة ضخ مياه الشرب النظيفة التي تخدم 3 قرى بالطاقة الشمسية، وذكروا أن المشروع الذي كان يعمل بمحركاته في السابق لم يكن يقدم الخدمة بالشكل المطلوب بسبب الأعطال المتكررة. أوضح أعضاء لجنة المياه أنهم قاموا باستبدال مصدر مياههم بالطاقة الشمسية مما مكنهم من تلقي خدمات مستدامة. وقال مدير بلدة ملقي السيد أسكدوم منغستو إن السكان كانوا يعانون من المياه غير الصالحة والأمراض التي تنتقل عن طريق المياه بسبب الأعطال المتكررة لمحرك الضخ. تضم ضاحية ملقي 6150 شخصا في 3 قرى. قام مكتب القانون والنظام في مديرية عد قيح بإحراق مواد استهلاكية منتهية الصلاحية يوم 15 من سبتمبر كانت قد وجدت في المتاجر والمرافق الخدمية. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة جبرائيل إدبارخ إن المواد شملت العلك والصلصة والخميرة ومبيدات حشرية وغيرها، وغرمت المتاجر ماليا. وأضافت باتخاذ الإجراءات القانونية للمتاجر التي تتاجر في مواد خارج المسموح به وخفض أوزان الخبز. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن مسؤولان رسميان في مالي عن سيطرة مسلحين على معسكرين للجيش شمال البلاد، وقد أعلن متحدث باسم تحالف يهيمن عليه الطوارق لاحقا تبني الهجوم. من جانبه أكد الجيش تعرض بلدة ليري بمنطقة دومبوكتو بشمال البلاد لهجوم. وصرح مسؤول عسكري مالي لوكالة الصحافة الفرنسية أن العمل جاري للتعامل مع الوضع. وأكد مسؤول رسمي من المنطقة أيضا أن مسلحين هاجموا المعسكرين ويواصلون السيطرة عليهما، مضيفا أن هناك وفيات لكنه غير قادر على إعطاء حصيلة. ويقاتل الجيش منذ أغسطس مسلحون منضوون لتحالف يطلق عليه تنسيقية حركات أزواد التي تضم تحالفا لجماعات انفصالية مسلحة يهيمن عليها الطوارق في صراع اندلع لعدة أسباب، منها رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي ساعدت لسنوات في الحفاظ على الهدوء الحش. أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في جزيرة مالطا. وجاء في بيانين منفصلين عن الخارجية الصينية والبيت الأبيض أن المسؤولين أجريا محادثات صريحة وموضوعية وبناءة خلال عدة اجتماعات يومي 16 و17 من سبتمبر. وقال بيان البيت الأبيض إن المباحثات تناولت ملفات حرب روسيا على أوكرانيا والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، بالإضافة إلى قضايا محورية في العلاقات الثنائية. ووفقا للبيان الصيني أفادت بكين بأن وانغ يي شدد على أن قضية تايوان هي أول خط أحمر ينبغي عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية. كما أشار البيانان إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات رفيعة المستوى وإجراء مشاورات ثنائية بخصوص شؤون آسيا والمحيط الهادئ فضلا عن القضايا البحرية وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية.
في ظل توتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى إعادة النظر في سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة، ووصف هذه الخطوة بأنها ذات تأثير مباشر وشديد على قدرة المفتشين على ممارسة مهامهم المتعلقة بمراقبة البرنامج النووي لطهران. وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إيران سحب التسمية الرسمية لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه. في المقابل تعتبر إيران هذا الإجراء نوعا من الرد على سعي الدول الغربية إلى تعكير أجواء التعاون بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وجاء التحرك الإيراني ردا على دعوة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي لطهران للتعاون فورا مع الوكالة في قضايا بينها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة. تظاهر عشرات الآلاف في نيويورك وأنحاء الولايات المتحدة مطالبين الرئيس جو بايدن وقادة العالم بتعزيز إجراءات مكافحة التغير المناخي قبيل بدء الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورفع مشاركون من نحو 700 منظمة بيئية لافتات خلال التظاهرة في أعقاب صيف حافل بالكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي. ودفع متحدث باسم البيت الأبيض في بيان عن سجل الإدارة في معالجة تغير المناخ مشيرا إلى عدة إجراءات من بينها التراجع عن قرارات اتخذت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن التنقيب عن النفط في ألاسكا. وحدد تقرير حديث للأمم المتحدة بشأن المناخ صدر هذا الشهر عام 2025 باعتباره الموعد النهائي لبلوغ انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ذروتها قبل أن تبدأ بالانخفاض الحاد في حال أرادت البشرية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتماشى مع اتفاق باريس. ختاما سادتي لنشرة الأخبار تذكير بالعناوين. إريتريا تشارك في قمة مؤتمر قمة مجموعة 77 في كوبا. زراعة أكثر من 260 ألف شجرة في سرنجقة. دورة تدريبية لسائقي الدراجات النارية للسلامة المرورية. المسلحون يسيطرون على معسكرين للجيش شمال مالي. محادثة صينية أمريكية صريحة في مالطا. والاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى التراجع عن سحب اعتماد مفتشين. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.